نروح من موضوع الكتاب والقراءة السريعة لموضوع تاني مهم جدا بيهمنا كلنا كمصريين، ممكن ما ناخدش بالنا منه أو ما نحسهوش كل يوم، لكن هو بيدخل في صميم حياتنا وفي صميم حياة وصحة المصريين. تلوث الهواء، الفترة اللي فاتت القاهرة شهدت بعض الملوثات ارتفاع لنسب التلوث للهواء، مش بس في محافظة القاهرة لكن كمان في أكتر من محافظة. في شبكة مهمة جدا لرصد الهواء، شبكة قومية في محطات كتيرة، حوالي 115 محطة على مستوى الجمهورية رصدت لنا ده. طب إيه الأسباب؟ إيه قصة تلوث الهواء؟ هل هي فعلا أرقام ممكن تكون مقلقة شوية ولا أرقام في حدود التعامل اليومي الطبيعي؟ هنعرف تفاصيل أكتر مع دكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع توعية البيئة بوزارة البيئة. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين جميعا. حابين نعرف السادة المشاهدين بداية دور شبكة الرصد الخاصة بملوثات الهواء، وهل إحنا في الهامش المسموح به ولا في رصد لبعض الملوثات بدأت تزيد في هواء القاهرة ومحافظات مصر؟ طيب، هو في البداية ده كان دور أساسي لوزارة البيئة أنها تكون بتنشئ برنامج قومي للرصد البيئي على مستوى جمهورية مصر العربية طبقا للقانون 4 سنة 94 اللي هو القانون الخاص بحماية البيئة المصرية. في إطار القانون ده والتزامات الوزارة انشأت شبكة على مستوى جمهورية مصر العربية جماعها حوالي 115 محطة لرصد ملوثات الهواء المختلفة اللي قررتها منظمة الصحة العالمية، والحدد في إطارها أن جودة الهواء بيحدد بحوالي 6 معايير أو 6 ملوثات محددة بمعايير محددة في القانون المصري والقانون الدولي اللي هو متخصص في منظمة الصحة العالمية. جودة الهواء في مصر في الصحة العامة والقاهرة بصفة خاصة، يعني احنا تقريبا الست معايير اللي حددتها منظمة الصحة العالمية بنتكلم عليها الجسيمات او غازات ثاني اكسيد الكبريت والنيتروجين او اكسيد الكربون والاوزون والرصاص، يمكن احنا بخمس ملوثات منهم بالفعل على المستوى العام كله لا يتجاوز المعيار المصري والدولي، ولكن طبيعة الحال بطبيعة مصر وطبيعة المدينة زي القاهرة في ممتدة من الخليج للمحيط، فيها محيط كبير من الصحراء، فبالتالي الجسيمات تقريبا حوالي 30% من الوقت في العالم في العام بتبقى متجاوزه للمعيار، لكن عندنا المعايير بتقول ان احنا 70% من ايام السنه ممكن يكون لا نتجاوز المعيار الخاص بجسيمات الصلبه. طيب، ده يخلينا نسال، ده له علاقه بالتغييرات اللي احنا شايفينها في الجو؟ يعني احنا شايفين الشتاء قارس قوي عن ما احنا متعودين، شايفين شبوره شديده جدا، احنا متعودين يعني ان لما كان بيبقى فيه شبوره بنلاقيها في الساعات الصباح الباكر، لكن دلوقتي ممكن نلاقيها مستمره معانا لغايه الساعه 9 والساعه 10 وبتادي كمان لاغلاق طرق، واحنا ما كناش متعودين على الحكايه دي. هل نقدر نقول ان ممكن تكون الحاجات العالقه دي سبب من الاسباب؟ العوامل الجوية ليها دور إيجابي وسلبي في تلوث الهواء بصفة عامة. الدور الإيجابي في حالة عدم الاستقرار اللي حضرتك ممكن كنت شفتيها في فترات سابقة من الأيام السابقة، الأمطار، سرعة الرياح، كل دي بتلعب دور انها تخفف الملوثات في حالة وجودها. الحالات اللي ممكن تكون العوامل الجوية بتبقى مؤثرة بشكل سلبي زي الحالة اللي احنا شايفينها مساء وصباحا الايام دي، وحركة وسكون حركة الرياح على مستوى العام بتساعد في انها بتعمل تركز للملوثات اللي بتصدر في اماكنها، وبالتالي بيرتفع تركيزها وبالتالي بتقل جودة الهواء. يعني احنا عندنا دورين بيتلعبوا العوامل الجوية بشكل كبير جدا، بشكل إيجابي في بعض الأحيان وشكل سلبي في بعض الأحيان. دكتور مصطفى، من أهداف التنمية المستدامة خطة مصر 2030 إنه إن شاء الله بحلول 2030 هيحصل خفض لتلوث الهواء بنسبة 50%. إلى أي مدى احنا ماشيين في الطريق ده المستهدف وحققنا إيه لحد دلوقتي؟ بالتأكيد الهدف الخاص بخفض تلوث الهواء خاصة في منطقة القاهرة الكبرى والدلتا التمركز السكاني الكبير، انه 50% كان هدف كبير بالنسبة لنا، ان احنا 2030 نخفضه بنسبة 50%. بالنسبة للجسيمات الصلبة لو قلت لحضرتك انها العامل الرئيسي في التلوث الموجود في جمهورية مصر العربية. احنا
من سنه 2015 عام الاساس بالنسبه لنا، احنا حققنا تقريبا 25% خفض في التركيز ده، ويتقن 25% اخرين لغايه 2030. بالتاكيد الرقم اللي اتحقق ده انجاز كبير، لكن اللي جاي اصعب في ظل هل الخفض ده يا دكتور ليه في نوعيه ملوثات معينه؟ يعني نقدر نقول الجسيمات دي اكتر الجسيمات. نسبه تم تخفيضها في الهواء الخاص بالقاهره والمحافظات. بالتاكيد، لان هي الملوث الرئيسي اللي ضايق ما عندنا. بقيه الملوثات لحظيه اوريدي، ممكن تكون في تركيزات بصفه عامه بتزيد في بعض الاوقات، لكنها على مستوى العام كله احنا لا نتجاوز المعيار فيها. لكن عندنا المشكله الرئيسيه في المدن المصريه بصفه عامه هي ارتفاع نسب الجسيمات في الهواء العالي. أكيد دكتور، نقدر نقول إن اللي بيحصل ده ممكن يأثر إزاي على كبار السن وعلى أصحاب الأمراض الصدرية؟ يعني ارتفاع نسبة الملوثات دي أكيد طبعا بتأثر عليهم، لكن النسبة ما زالت أمنة نسبيا، ولا الوضع يعني بنقول للناس لكبار السن والأصحاب الأمراض الصدرية ياخدوا إجراءات احترازية شديدة، أو ياخدوا يعني لو متاح لهم أنهم يقعدوا في البيت ما يتعرضوش لأماكن، المفروض نعمل إيه في هذه الفترة؟ احنا بالتالي احنا في حاله التنبؤات بارتفاع نسب التركيز للملوثات بصفه عامه، احنا بنصدر بيانات تنبيه للعامه لاتخاذ الاجراءات اللازمه ليهم وحمايتهم. كما حدث في اليومين السابقين، احنا طلعنا بيان من يوم 5 ليوم 7 ان في احتماليه ان احنا في ارتفاع نسبي لتركيز الملوثات في الهواء بنتيجه السكون العام للرياح. وطبعا يفضل للناس اللي هم عندهم حساسيه تجاه الارتفاع النسب دي انهم يتجنبوا التواجد في الاماكن العامه المفتوحه عشان ما يتعرضوش لنسب مرتفعه نسبيا. في حاله الضروره ممكن اتخاذ الاجراءات الضروريه في الخروج، من استخدام الكمامه المناسبه وخلافه، ده طبيعي. احنا حاليا بنستخدمها في اعمالنا الخارجيه واحنا بنتحرك. دكتور مصطفى، مواجهه تلوث الهواء مش بس مسؤوليه وزاره البيئه، هي مسؤولية نقدر نقول مجتمعية ومسؤولية جهات أخرى كثيرة جدا داخل الدولة المصرية. إلى أي مدى بيحصل حضرتك هذا التنسيق ما بين الجهات المختلفة، وإنه كل واحد يعرف إيه المسؤولية اللي المفروض يطلع بيها عشان يواجه تلوث الهواء اللي هو أثاره للأسف الشديد على المدى البعيد بتبقى بتمس حياة المصريين؟ إزاي بيتم التضافر ما بين المؤسسات المختلفة؟ ده كلام حضرتك اللي بتقوله صحيح جدا. قطاع البيئه قطاع متشابك مع كل القطاعات التنفيذيه الموجوده على الارض، لان مصادره متشابكه ما بين قطاع عام، قطاع خاص، مواطن عادي، دوله وخلافه، وبالتالي الجهود لازم تكون جهود متشابكه ومتكامله مع بعض. ويمكن اقول الكلام اللي قلته من شويه عن انخفاض في مستوى ال 25% في الجسيمات على مستوى مصر من خلال الفتره من 2015 لغايه 2021، ده نتيجه تضافر الجهود الموجوده. النهارده لما تتحول قطاع انتاج الطاقه الكهربائيه في مصر للانتاج باستخدام الغاز الطبيعي، ده كان دور هام جدا لوزاره الكهرباء. التحول لاستخدام وسائل النقل الجماعي ذات الاستخدام للطاقه الجديده الغير ملوثه زي خطوط المترو الانفاق وخلافه، دي جهود من وزاره النقل وخلافه. تحسين جوده الوقود من خلال توفير نوعيه ذات جوده عاليه، ده جهود موجوده على الارض. خفض الحرق المكشوف للمخلفات والدور اللي كان بيلعبه الفلاح المصري خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا كان له دور كبير جدا في خفض التلوث بشكل كبير جدا. فده نماذج مختلفه للادوار اللي ممكن يعملها اي حد، سواء كانت في جهه تنفيذيه عامه او خاصه او حتى مواطن عادي. أكيد بنتمنى السلامة للجميع، وبنتمنى أن النسب قريبا تكون في أفضل حالاتها وفي أفضل مستوياتها. بنشكر الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع توعية البيئة بوزارة البيئة، شكرا جزيلا لحضرتك. كلام مهم جدا قاله الدكتور مصطفى منا، مهم أن تبقى مسؤولية مجتمعية، كلنا مسؤولين عن الهواء، مسؤولين عن الحفاظ على بيئة سليمة وآمنة لكل المصريين، كل مواطن ليه مسؤوليته، وكمان كل الجهات المختلفة.